وحضرتك دايما يعني واقفين بالمرصاد لموضوع غلاء الأسعار، فعايز أسألك يا أستاذ محمود في البداية تقييمكم كجمعية في الوقت الحالي في الكام يوم اللي فاتوا من ساعة بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقييمكم للوضع الخاص بارتفاع الأسعار في السوق المصرية إيه؟ الارتفاع الأخير ده ارتفاع انتهازي يعني برضو بيحقق أرباح انتهازية، بيعمل أسعار انتهازية، يعني بص بيعمل أسعار انتهازية، بيعمل أرباح انتهازية، الحالة نفسها حالة انتهازية، انتهاز فرصة الحرب الأوكرانية. احنا لسه كنا بنتكلم أنا وأحمد برة، عشان تداعيات الحرب دي توصل لك مش أقل من 6 شهور. طبعا لأنه خلال نتكلم بصراحة، احنا عندنا كل احتياجاتنا في مخازننا. يعني انا بكلم حضرتك، انا لو انا تاجر دلوقتي اول حاجه بعملها من 6 شهور او من 3 4 شهور، بروح لو في حاجات بيجري استيرادها من الخارج بروح اجيبها واحطها فين؟ في المخازن بتاعتي. تمهيد يعني مثلا اليميش، انت عايزه تقولي لي اليميش جه؟ اليميش لسه ما جاش؟ لا اليميش جه، موجود من شهور. طب يا فندم سلعه زي دي جرس استيراده، دي وكله بيقول ان تخزينه فتره طويله بيسوس ويبوظ، ده كمان بيطبق عليه نفس الموضوع؟ لا لا، بصي في حاجتين ما يسوسوش ابدا، انت عندك دلوقتي صوامع وعندك اساليب تخزين حديثه. كان زمان اللي هو محمد ابو شادي الله يمسيه بالخير وزير التموين الاسبق كان بيقول ان عصافير العالم بتبعت لنا برقيات شكر. ليه؟ لان احنا فاتحين الشغل المفتوحه، فكانت القمح بيتاكل. دلوقتي في صوامع غلال حديثه مميكنه، مفيش غلطه. فكره ان يسوس دي مش صحيحه. يسوس لو دقيق وتركن وتحط في اماكن فيها رطوبه، فيها معاملات، مش يعني في حكايه كده. طالما هو لسه حبه قمح ما يحصلوش حاجه، والرز على فكره الرز هو شعير، الناس بتخزنه شعير جوه السنبوله بتاعته. عندما يتفرغ ممكن لو خزنتيه غلط برضه يجي له رطوبه ويجي له مشاكل. احنا كل حاجتنا عندنا، ما فيش حاجه مش محتاجينها. يعني اقول لك على حاجه، كل احتياجات الاسره وكل احتياجات الفقراء على وجه التحديد امنتها الحكومه. الرغيف بتاع ابو شيلن ده، رغيف ابو شيلن ده موجود خلاص، قمحك موجود. احنا عندنا من 4 شهور او لغايه 6 شهور، وعندنا كمان المحصول المصري بيكفينا برضه في حدود 4 5 شهور تاني، يعني تقريبا لنهاية السنة. فعندك أمان في أكل الغلابة، ده كان يهمني. تمام. الغلابة الأكتر بقى هم الميسورين، لأنه خلي بالك أنا في أزمة السكر كان في مرة واحد بيوسطني عشان أجيب له كيلو سكر، واحد مليونير، فتخيلي هو مفيش سكر. واحد مليونير بيقول لي ولو سمحت يا عسلاني والنبي ما تعرفش حد يجيب لي 2 كيلو سكر. يعني بيبقى في ازمه للوصول للسلعه لو هو يعني حد يعني يعني الفقير الحاجة. الفقير خلاص ربنا كرمه، عنده حكومه وربنا فوق كل اعتبار اكرمه بحكايه انه جابوا له اكله. انما الاغنياء بقى او الميسورين هم دول اللي عندهم مشكله، تخيلي. وعشان كده بقول يعني انت ليه بتعملها كده؟ ليه بتعملها بالمنطق ده؟ كل احتياجاتك موجوده. احنا الحاجات الوحيده في شهر رمضان اللي على فكره وانا يمكن قلت الكلام ده قبل كده بيجري تدبيرها اثناء شهر رمضان هي المسلسلات بس، هي اللي تصويرها بيتم بيفضل شغال طول الشهر لغايه قبل الحلقه الاخيره. في مسلسلات على فكره بتشوفها الدراما دي لو رحت المدينه هتلاقيهم شغالين فيها ليل نهار. انما قبل غير المسلسلات كله موجود عندك. اليميش موجود، السكر موجود، الزيت موجود، كل احتياجات الاسره المصريه بكاملها موجوده وبزياده. وخلي بالك انت قبل كده لما حصلت ازمه كورونا الاولى شفت بريطانيا كان شكلها ايه؟ بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، المملكه التي لا تغيب عنها الشمس. كان فيها ازمه في السوبر ماركت. صحيح. وعلى فكره النهارده نتيجه برضه الحرب الروسيه دي طبعا الاوكرانيه عندهم مشكله طبعا، ياخدوا ازاز الزيت في اسبانيا ياخدوا كيلو رق سكر، ياخدوا مش يعني احتياجات. وهم على فكره مولفين على ده، احنا البلد الوحيده اللي بنشتري كيلو تفاح.
احنا البلد الوحيدة اللي بتشتري كيلو طماطم. هما بالوحدة. هو راح يشتري طماطماية حضرتك انت وجوزك او خطيبك، تروح تشتري تفاحتين. انت هتاكل اكتر بالتفاحة.